يا مساء الهلو على أفخم مشاهدين مشاهدي قناة المحور. بلشنا حلقة جديدة من برنامجكم هو وهن. تحية كتير كبيرة مني أنا رند العلمي، وتحية كمان لأصحابي الحلوين عمرو نرمين. حلو. يا سلام على الدلع. ازيك رند؟ ازيك نرمين؟ وازيكم أنتوا يا أحلى ناس في العالم مشاهدي قناة المحور. النهاردة زي ما أنتوا متعودين هنعمل كده زي تشريح للعلاقات اللي بين الراجل والست، ونتكلم النهاردة عن الموضوع الشائك جدا القديم والجديد في نفس الوقت، اللي هو هل احنا مفروض نتجوز عن حب، ولا زي ما ست ام كلثوم قالت حب ايه اللي جايه تقول عليه ونتجوز جواز صالونات؟ انت ايه رايك يا استاذه نرمين؟ وازيك انا الأول. انا تمام والله يا جماعه، انا تمام جدا جدا جدا. خليني امسي على كل الناس اللي بتشوفنا النهارده، ويوم جديد وحلقه وفقرات كتير جديده فهو وهن. وزي ما الاستاذ عمرو قال، الحب، هل في الجواز عن حب افضل ولا الجواز بدون حب وجواز صالونات افضل؟ رند ايه رايك؟ انا صراحه ماسكه العصايه بالنص. ليش هتقولي لي عقل وقلب بقى؟ لا مش عقل وقلب، ما رح احكي هيك هلا. بس اشوف انه اثنين اوريدي اتجوزوا عن حب وتطلقوا، بتذكر امي وابوي كيف عرفوا بعض تقليدي وحياتهم استمرت. انا عم بحكي عن جد معظم الجيل القديم، او حتى هلا كثير في من الزواجات بتنجح، خلينا نحكي اكثر لما تكون جواز صالونات. عن جد ليه؟ لانه ما في توقعات، سقف التوقعات بيكون واطي عندهم. مش انه هي بتحب واحد ولا واحد بحب وحده وعلى اساس عارفين بعض وبالنهايه بنصدموا بالحقيقه، لانه لما يتقفل عليهم باب البيت ويكونوا تحت سقف بيت واحد بتبين الاشياء اللي احنا بنحاول نخفيها للاسف ببدايه علاقتنا. يعني لما اثنين يتعرفوا على بعض ما بيحاولوا يفرجوا الجانب السيء، دائما بيطلعوا احلى ما فيهم. وهذا هو الغلط اللي بيصير، اللي بيؤدي للانفصال بعد الزواج عن الحب. بينما الزواج التقليدي ما بيكون في توقعات، بيكون في خلص توافق، خلينا نحكي من ناحيه الحاله الاجتماعيه، من ناحيه العلم، من ناحيه المستوى، بعدين تمشي هالمركب. واغلب الزواجات انا برايي بتنجح لما يكون جواز صالونات للاسف، لانه ما في احلى من الحب. يعني انا اصلا انت عارفه رايي طبعا بخصوص الجواز، واعتقد المشاهدين كلهم بقوا عارفين رايي دلوقتي. بس بعيدا عن رايي في موضوع الجواز، انا عندي كمان كونسبت او فكره جديده للناس ان هي تبدا بيها ارتباط او جواز، انه ما فيش حاجه للابد. واثبتت الدراسات العلميه والتجارب الانسانيه على مر التاريخ انه الجواز بينتهي في وقت ما، كل شيء بينتهي. حالات قليله جدا جدا اللي بتكمل كل العمر، والرومانسيات اللي بنشوفها في التلفزيون وفي السينما والدراما انه ست عجوزه وراجل عجوز، بنشوفهم حتى على السوشيال ميديا، بيكونوا دايما ايطاليين. ايوه مش بيكونوا اي جنسيه ثانيه غير ايطاليين، هم دول اللي مكملين وبيطبطبوا على بعض وبيعملوا شاي كاموميل ومش عارف ايه والحاجات الرومانسيه اللي مش واقعيه ابدا. خليني اكمل وجهه النظر هي انه احنا لو دخلنا العلاقه واحنا عارفين ان العلاقه دي ممكن تنتهي في اي وقت وهي مش ابديه، اعتقد انه ده هيبقى سبب من اسباب ان هي تنجح، لان الناس هيبقوا خايفين ان هم ما يكونوش عملوا كل حاجه قبل ما يسيبوا بعض وما يكونوش انبسطوا ببعض بالقدر الكافي. انت ايه رايك؟ ما بلاش انا خلاص دلوقتي، خلاص كويسه بطلت مريضه. انا الحمد لله يعني عامله كامل. لا دي سميحه عيوب، ده الشخصيه الجديده هي لبست لنا كاركتر جديد. انا كل شويه بطلع لكم بكاركتر جديد. أيوه. لا بجد انا مع الحب جدا، بس انا الحاجه وعكسها. يعني دايما هتقولوا لي حتى ايه انت، يعني هتلاقوني جوزائيه في نفسي اللي هو انت ايه مجنونه. بلاش بمعنى السيره دي ابو سيدي، بلاش خلاص الواحد جدتهم لقديشه. لا يعني انا جدا مع الحب. انا اصلا كائن انا بحب الحب، يعني انا بحب الحب واتحب وبتاع وفي الاخر اخد على دماغي الحقيقه يعني. بس في نفس الوقت انا برضو معاكي انه للاسف، مع الاسف مع الالم، ان كل الجوازات اللي بتبقى ناجحه ومكمله هي جوازات الصالونات. ليه؟ لان انا دايما بشوف ان كل حاجه مثلا بتتعمل بدري. يعني مثلا لو اتنين مرتبطين مثلا ايام الجامعه فهم خلاص اخدوا على بعض بزياده، فخلاص هيعملوا ايه بعد الجواز؟ يعني الحب مش بينتصر يا استاذ نرمين، وانت لابسه لنا النهارده حلقه حب لاف لاف، يعني الحب ما انتصرش في الاخر، الصالونات هي اللي انتصرت. لا 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 بس في حالات حب، لا في طبعا حاجات حب، يعني بس قله قليله جدا، يعني الكل قاعده شواذ. يعني الحب افلام زي ما احنا قلنا يا ابني. يعني ليه؟ لا في لا لا الافلام ليه؟ والدراما بس لا موجود. بس الصدق بس مش بيكمل، بس الصدق اللي مش موجود. الصدق المشاعر، صدق انه انا احكي سيئاتي عن جد. جوعت انا عن جد. هلا خليني اكمل. السجق هو اللي بيكمل فعلا. حب البطن، حب الاكل هو ده اللي بيكمل.
اللي بيدوم. بس لا فعليا لو كل واحد فينا ببين سيئاته قبل حسناته وبكون للطرف الثاني الخيار انه يقبل او لا. لانه اسمع الطبع تحت الروح. لو في وحده بتحب واحد وهين بتطلع على الكاميرا، لو في وحده بتحب واحد او واحد بحب وحده وبيحكي لا بعد الجواز انا رح اغير من السلوك ده او من الطبع ده، مستحيل. لا. لما تطلع الروح بتغير الطبع غير بالزبط. هيك لا 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 ما فيش طباع يا جماعه. صح. اللي يجي يقول لك اصل انا والله هتغير، او اللي تيجي تقول لك انا بعد الجواز انا هتغير، وانا ما فيش حد بيتغير خلاص. يعني من شب على شيء شب عليه، والطبع بيغلب التطبع. فيعني لكن الجواز عن حب مش وحش. يعني لو في حد بيحب حد والحب صادق لا طبعا يعني ربنا يبارك له. اكيد مش وحش، بس هو الجواز نفسه هو اللي وحش. يا خرابي. عارفين الجواز وحش ليه؟ عارفين الجواز وحش ليه؟ ليه بقى الجواز وحش كمان بالنسبه للاهالي؟ عشان ده موضوع خبرنا اللي جاي. صح. ان لما انا مثلا كأم اجي اتجوز اروح جايبه لبنتي ما اعرفش ليه اجيب 3 4 شاشات تلفزيون واجيب بوتاجازين 3، وتلاقي البنت اساسا ما بتطبخش و12 ملايه وفوق قد كده. ليه كل ده؟ فبيبقوا غارم مات. بيبقوا طبعا يعني ده بقى موضوع يعني مش موضوع. يعني الخبر اللي انا هقوله دلوقتي لحضراتكم ان الفنانه شيرين كان ليها تصريح كده على السوشيال ميديا. الممثله شيرين الممثله الفنانه الممثله عشان شيرين. ما نروحش على شيرين عبد الوهاب. ايوه لا شيرين سوري ساور سوري ساور.